أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم خالد لها 3 أسئلة من الدوادمي، تقول بأنها نزلت عليها الدورة في شوال وتعدت أيامها المعتادة ولم تطهر، هل تصلي أم ماذا عليها؟ إذا كان تعديها للأيام المعتادة متواصلا وهو لون الحيض وصفات الحيض فإنها تجلس إلى 15 يوما، فإذا بلغت 15 يوما ولم ينقطع فإنها تغتسل عند تمام الخمسة عشر، لأن أكثر مدة الحيض عند الجمهور 15 يوما.